سيدة أم رحيم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك فضل ونعمة الحمد لله. يعني بجد أنا بحب حضرتك جدا والله، وبستفيد من حضرتك كتير والله العظيم. ربنا يمن على حضرتك بكل خير وبركة يا رب. يا رب. أول حاجة ادعي لي دعوتين ودعوة لجوزي. ربنا يهدي حاله ويوسع رزقه ويزيل عنكم كل كرب ويجعلكم في خالص النعم يا رب العالمين. اللهم امين. كل الحلقه كانها بتتكلم عليا بالظبط والله العظيم يا سيدنا الشيخ بجد والله. عايزه اقول لحضرتك على حاجه. انا بحب جوزي جدا جدا، ربنا اللي يعلم، وبعمل المستحيل عشان ارضيه، بس كاني في حاجه بتخالفنا، كاني في حاجه بتخالفنا، اللي هو فعلا موضوع اللي هو زواج فندقي ده، اللي هو بيحب يكون مرتاح، يبقى هو عايز يكون مرتاح، وانا ببقى هموت واتكلم، ببقى عايزه اتكلم معاه، بس هو مش بيديني فرصه، مش بيديني فرصه اعبر عن اللي جوايا لدرجه ان انا ممكن اكتم جوايا. هل هيريحك يا ام رحيم؟ واحنا خلاص عندنا نقله نوعيه من الحلقات بعد رمضان، لان احنا بنحاول معاكم ناخد وندي عشان نعمل استشارات شويه، لما بتكون السؤال مش سؤال مش فتوى، اقرب منه الاستشاره بنعمل كده ونحاول نختصر. انت هيريحك لو انا قلت لك السبب ايه؟ اكيد طبعا اكيد. طيب السبب هو التنشئه، يعني زوج حضرتك اتنشا على ان الجواز احنا بندفع وبنجتهد جدا جدا عشان نتجوز ونرتاح بقى. يعني ايه اللي حاصل؟ هو عايز يروح البيت ياخد المكافاه. ايوه. فيجي البيت فيتكافئ، وهو اكيد قال لك كلام زي ده. ففي رجاله كتير بتتاسس أهم على اهم حاجه ده. الشغل عنده، يقول لي اهم حاجه لقمه عيشنا، اهم حاجه اللي ساترنا من بعد كويس. ربنا كويس. يقعد يقول لي كده كويس. اساليني بقى السؤال اللي انت عايزاني اساعدك فيه، وانا اقول لك شويه حاجات ممكن تعمليها. اتفضلي. بص حضرتك قول لي برضو ان انا اصبر، حضرتك يعني قول لي ان انا اصبر على ده، ان انا مثلا محتاجاه ومحتاجاه جنبي، انا برضو بخاف على نفسي وبخاف ان انا، يعني انا واحده بصلي الحمد لله وبقرا القران. انا عارف والله، انا عارف اللي جواك يا بنتي، انت خايفه على حبك لا يضيع. ايوه لان انا من النوع اللي لما بحلم احلام بتجيلي رؤيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا ابتدينا لا امسكي نفسك، احنا كده بادئين في الزحليقه بتاعه الاحلام بقى. لا مش كده، يعني في حاجات زي كانها اشاره ليا، اشارات. معلش ما تاخديش من الاشارات. لا اشارات بتجيلي. طيب قولي لي في حاجه حضرتك برضو، قول لي ان انا استحمل واكمل. حاضر. يعني انا في ناس كتير طبعا بتتدخل في الموضوع ده، يقول لي كبري دماغك وتطلقي، يعني انا كتير بيقولوا لي اتطلقي، وانا الصراحه مش عايزه اهد البيت. فين السؤال؟ فين سؤالك بقى؟ فين الاستشاره اللي عايزها؟ هو انا استحمل على هذا الحال، وان ده هي دي الحياه هجاوبك. ولا هي دي مش دي الحياه؟ هجاوبك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا حضرتك شفت يعني حلم تمام، ان اعدائنا اللي هم اعداء فلسطين حاليا تمام، اللي هم يعني داخلين معانا حرب. طيب. وانا بقول ايه؟ وانا بقول انا هموت شهيده، انا هموت شهيده. طيب. وعمال اقول انا عايزه حاجه عشان اصلي بيها، يعني وحروب ومشاكل كبيره وحوارات كتيره. طيب. خفت وقمت بسرعه. هجاوب على حضرتك يا ام رحيم. بصي يا ام رحيم، عشان بس نكون واضحين، زوج حضرتك هو ده اللي اتعلمه في السكوله، هو ده اللي اتعلمه في الحياه. هو اللي اتعلم في الحياة ان هو هيجيب شوية فلوس، وهو ده قدره يجيب شوية فلوس واجتهد واشتغل وبس وكاس بس، ويجي البيت يرتاح. ولذلك كتير من الناس بيبقوا عايزين ينتخوا، يجي البيت ما يعملش اي حاجة، يفضل باصص في السقف وما يعملش اي حاجة. وده الطريقة اللي مش سليمة في مسألة التخلص من الضغوط. الضغوط ده اللي فيه فتنة كده، احنا متعودين على فتنة النساء، متعودين على فتنة المال، لكن في حاجة اسمها فتنة الضغوط. في فتنة كبيرة في العصر اللي احنا عايشينه اسمها فتنة الضغوط. أنا مضغوط يعني إيه؟ معيش حياتي. أنا مضغوط ما ركز. أنا مضغوط. فعايزين نخرج زوجك من فتنة إن هو مضغوط، وإن هو لقمة عيشه. طب لقمة عيشك والعيشة نفسها، طب نعمل إيه بقى؟ أنا رأيي بما إنك أنت بتحبيه، ان انت لازم تحافظي على حبك معاه. حاولي تجعلي افضل 10 دقايق ممكن تقعدوا فيها، وقعدوا مع بعض وقولي له كلام حلو. حسسيه بان هو بطلك، حسسيه ان انت بتحبيه، حسسيه ان انت محتاجه له، لان النوعيه دي لو اي حد رمى دلاله عليه ان هو محتاج له، هيحب ان هو يظهر بمظهر البطوله. يبقى الحل هو ايه؟ ان انت تبينين له ان انت محتاجاه برقة وبأنوثة،
وبملاطفة، هو هيحس ان البيت بقى مش بس مكان للراحة ومكان للجمال. هتقولي طب وانا، انا عايز اتحب. ده المحرك بتاع نمط زوجك، ان هو يحس ان هو بيتحب فيحب. فانا ده اللي بقوله لحضرتك، فدي اول حاجة. تاني حاجة ببساطة، حاول بقدر الامكان ان انت تسمعوا اي حاجة او تشوفوا اي حاجة تساعدكم على تطوير حياتكم الزوجية. وبالمناسبة احنا مستعدين ان احنا نقابل حضراتكم، لان فكرة الرتابة الزوجية من الاشياء اللي احنا بنتعامل معاها في مركز الارشاد الزوجي. تعالوا احنا مش بس بنحل مشاكل، لكن كمان بنساعد الناس على تحسين حياتهم الزوجية. اخر حاجة، اوعي تبطلي تدعي له. مش هقولك اعتبريه ابنك، لكن هقولك ده حبيبك، ربنا جعلك حبيب ما تفرطيش فيه. واي حد يقولك اتطلقي، ده شخص في الحقيقة بيحاول يأذيك، لان حياتك ما تهمهوش. اي حد بيقولك اتطلقي، ده شخص حياتك ما تهمهوش، لان هو ما فكرش يقدم لك حل، لانه استسهل معاكي. واضح يا ام رحيم؟ ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير، والمركز الارشاد الزواجي يسعد بيكي وبزوج حضرتك.